ازيك يا فاروق؟ نور. واستاذ جمال منور. زي الفل يا كابتن. نورنا. زي الفل يا فندم. نورنا كابتن ضيا. كابتن يعني رايك فيما يحدث لمنتخبنا الوطني للشباب، ويعني الجزئيه طبعا احنا هنبقى في غايه الحزن لو المنتخب بتاعنا رجع دون الوصول لكاس الامم الافريقيه. صراحه بقى كالمعتاد، يعني قول له رايك بصراحه. ولا كابتن ضيا صراحه كالمعتاد. عنده صراحه كالمعتاد. ما شاء الله عليه. يعني اتفضل يا كابتن. لا هو طبعا العمليه ملخبطه، فيها فوضى من الاول. يعني اول منتخب المدير الاداري في المسحه اللي قبل ما اتسافر، ربنا يشفيه كابتن عادل محفوظ، طلع عنده كورونا هو والمساعد. طبعا المفروض يكون في بديل فوري. منتخب ما ينفعش يسافر بدون اداري. مش هتكلم على حته رئاسه البعثه لسبب، لانه رئاسه البعثه هو ربيع كان طلب انه يسافر اسبوع بدري قبل الميعاد المحدد من قبل الاتحاد الافريقي، وهو يوم 23. هو طلب يسافر اسبوع بدري لاسباب فنيه طبعا اكيد، لانه تاقلم مع تونس ما فيهاش يعني الامور سهله بالنسبه لنا يعني. لكن هو ربيع طلب يسافر اسبوع وسافر اسبوع فنيا. المشكله في الاسبوع ده بقى يا استاذ جمال عصره. الاسبوع ده هي اللي حصل فيها حد خرج بره الاجراءات الاحترازيه، لانه اكيد ربيع بيدي محاضرات، اكيد الولاد رايحين مع بعض وبيقعدوا مع بعض اكيد. نزلوا حمام السباحه اكيد اكيد. فهنا الجزء اللي حصل فيه اهمال من فرد من الافراد. في احدى المحاضرات لازم هتتعدي الناس، اكبر جزء من الموجود هيبقى محاضر. فهي العمليه كلها فيها حته عدم انضباط الى حد ما وحظ سيء يعني باد لك يعني. لكن انا اللي اذهلني القرار السريع جدا 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 بان احنا نبعت نجيب الفرقه وننسحب ونضيع على جيل مشوار طويل جدا. طبعا ممكن نلعب كوره ونخسر، بس نعمل اللي علينا، نلعب نقاتل لاخر وقت. لكن احنا كان لازم ندور على كل حلول ممكنه والفرقه هناك قبل ما ناخد الحلول. الحلول الممكنه ايه يعني من وجهه نظر هذا الكابتن مثلا؟ هو استنى شويه. استنى شويه. الحلول الممكنه القايمه 30 تمام. احنا واخدين 28. نبعت نجيب اثنين لعيبه. نبعت نجيب اثنين لعيبه. بس انت عارف يا كابتن ان الاتحاد الافريقي بيتحمل جزء وانت بتتحمل الباقي. يا بيه انا اتحملت اسبوع. دي طوارئ. انا الاسبوع اللي سافرت في الاول عربية الاتحاد الكره هو اللي اتحمله. انت فاهم؟ الاتحاد الافريقي هيتحمل اقامه الفرق من يوم 23، احنا سافرنا قبلها باسبوع. فاهم قصدي؟ فانت ما هتيجي تقول لي يعني نتحمل وما نتحملش. انت في حاله طريقه. ده انا بقول لك اتحملنا مش أسبوع. هتبقى يعني تكلفه رهيبه يعني. لا طبعا اتنين لعيبه يا استاذ جمال، احنا اوريدي اتحملنا مش هنتحمل اتنين لعيبه. يبقى انا هنا ايه بدور على حلول تطلعنا من المأزق. يبقى انا عندي اتنين لعيبه ابعت اجيبهم. لو كانوا موجودين كان ممكن نلعب. لازم قرار تاني غير القرار المتسرع بتاع ان انا اقضي على الجيل يعني. اديله فرصته لاخر وقت، لاخر وقت اعمل كل الحلول الممكنه. يعني احنا عملنا البسحه وهتطلع الصبح ان شاء الله. ان شاء الله على الاقل 3 4 كمان يبقوا سلبي. يبقى احنا نقدر نلعب ونقاوم وارفع روح الولاد، وان شاء الله ربيع كمان تطلع بتاعته سلبيه ويقود الفرق. لكن هي قرارات سريعه 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 حطتنا في مأزق، والمأزق خلى الولاد يطلعوا يعملوا فيديوهات ويعملوا مش عارف ونشتات. فبقت هنا احنا بقينا في حاله يعني فوضى عبثيه. انت واخد بالي؟ لانه قرارات كانت متسرعه، قرارات متسرعه، قرارات متسرعه، والترتيب ما كانش ليها كويس بشكل كويس. طيب بالنسبه كابتن لكلام حضرتك، بيقول لي دلوقتي ان مصطفى ميسي من سيراميكا واحمد حسام من الجونه، دول اتنين لعيبه هيسافروا دلوقتي. هيسافروا. طب انت شفت انت خدت قرار؟ لا سلام عليك يا كابتن ضيا. بص يا استاذ جمال، خدنا قرار متاخر بعد ما خدنا قرار الثاني القوي اللي هو نرجع اولادنا ونبعت طياره. فانا قصدي دراسه الازمه مهمه جدا. صحيح. دراسه الازمه مهمه. هو كابتن هو الموضوع جه بشكل ممكن. لا بس هو زي ما قلنا كابتن، في خضه. نخلي حل الطياره الخاصه موجود، بس لغايه اخر لحظه
انت عندك مباراه يوم الجمعه. انا بس عشان ندي الحق لمعالي الوزير دكتور اشرف صبحي، هو اللي يهمه، هو يهمه يهمه سلامه اللاعبين. فهو الفكره ان انا بودي طياره خاصه عشان لو الجزء الفني قال لك ارجع. لا لا، انا بالنسبه لي هو الراجل ابدا استعداده واستعداد الدوله للتدخل. بالظبط، ده شيء جميل. بس في امل ان انت تستمر عليه شويه ولا يا كابتن ضياء؟ يعني تحاول لغايه اخر لحظه. انت بتطالبني يعني؟ انت بتطالبني؟ لا والله انا لسه قايل والله. طيب كابتن، عايز اخد رايك كابتن ضياء في جزئيه مهمه. ايوه، الاتحاد الافريقي هل كان ممكن يتعامل بشكل مختلف؟ احنا ضعفاء في الاتحاد الافريقي، بس في الموقف ده. بص، احنا في الموقف ده في لائحه معلنه من بدري. صحيح، يعني انت ما تقدرش، انت مكبل ليه؟ في لائحه معلنه من بدري بالحاجات دي كلها. لكن هتتكلم عن قوتنا وقوه المغرب؟ لا، احنا بعافيه يعني. لا احنا بعافيه خالص يعني، بعافيه. لا بعافيه، صح، بعافية يعني. احنا الفترات اللي فاتت لوائح بتطبق على الضعفاء يعني. لا انا يمكن من الامور، انا كنت يعني ساعات معلش يعني، انا كمصري بقول ما لا مصر طبعا احنا دايما لكن اللي خلاني اقول حاجه زي كده ان انا ابقى متفق معاكم، مباراه السوبر طبعا. سوبر والقبل بس السوبر هي اخر حاجه. مباراه الزمالك اتاجلت كام مره؟ مباراه الزمالك والرجاء خدوا فرصه كام مره؟ بالظبط، خدوا كام مرة فرصة ودلع وحنية وكل حاجة. لا بتتكلم في ايه؟ صح، ما هي دي الحقايق اللي احنا بنقول عليها. احنا ما بنقولش حاجة من دماغنا. حقيقي ان شاء الله ربيع بإذن الله ربنا. طيب، يقومه بالسلامة ان شاء الله كابتن. لكن هي النقطة وانا بتكلم فيها الجزء الفني يا كابتن، وانت طبعا مهم جدا وانت معايا دلوقتي اسألك فيه. هي النقطة في ايه؟ انا دلوقتي ان شاء الله الامور بكرة يبقى في مسحة وشفاء بعض اللاعبين، ان شاء الله. لكن اماكنهم ومراكزهم هي دي النقطه الاهم. لا ربيع بقى له فتره ومجهز لعيبته كويس ومحفظه، جاي من النوع اللي بيقعد يعيد ويزيد ويحفظ في اللعيبه بشكل كويس. انا بعتقد مع الدفعه المعنويه اللي واخدينها من الولاد دلوقتي، ان كلنا وراهم وكل الناس بتكتب لهم وبتعمل لهم ووراهم، انا بعتقد ان احنا هنعمل نتيجه كويسه بامر الله ان شاء الله. ان شاء الله الامور بس تستخر يا كابتن، ونشوف المسحه التالتة دي هتروح بينا لفين. ان شاء الله يرجعوا لنا ان شاء الله ويكونوا واصلين بطولة افريقيا. انا ما قلتش فاروق بعد اذنك، انا ما قلتش اتحاد الكرة ضعيف. هو اتحاد الكرة، انا قلت كده اتحاد الكرة يا جماعة، انا قلت اتحاد الكرة بتكتبوا تقولوا الراجل اللي جوه ده دايما يغرقني يا فاروق وانت تلحقني. والله انا ما شفتهاش المرة دي، انا لحقتك مرة يا راجل. ينفع الكلام ده يا فاروق؟ قلت كده يعني انت فين يا جماعه؟ اكتب الاستراباه كده يا جماعه، مش هدخل معاكم بقى تاني. اكتب الاستراباه، عايز اشوفها تاني اللي انت كتبتها. لا 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 مش هدخل معاكم. لا يا كابتن، لا كانت موجوده والله. احنا بناخد تصريحك اللي من البق يا كابتن، هو الاهم. ايوه طيب، هو ينفع كده؟ انا الناس تزعل على حاجه انا ما قلتهاش. فاروح حصلت معايا احنا اتكلمنا على ان مصر كقوه داخل الاتحاد الافريقي، هي مالناش اتحاد الكوره، ملوش دعوه. احنا القصه مش اتحاد، لا القصه مش اتحاد. انا عايز يخدم بقى الاتحاد اللي قبل ده واللي قبل ده. بينزل لي التصريح ده انه ان انا بقطع في الجنايني وفي الرجامه، مش كده؟ ده الناس دي لجنه مؤقته، والموضوع الضعف ده بقاله فتره. طيب كابتن، ده نورتنا شرفتنا يا كابتن والله. شكرا حبيبي. خلينا نروح.